تعبانة ومسخنة، مرة تهبي مرة تصيح مرة تقول بنشان، أبوهم غايب. متى راح تردين البيت؟ لا بنام هني الليلة. من صجك شو تنامين برا البيت؟ طبعا من صجي، ما لها بهاللحظة إلا الله ثم أنا. أصلا شلون بذوق النوم؟ شلون؟ لو تشوف جراح مخترع مسكين كل شوي يتفزز. وعضيبان إذا دري شو بنقول له؟ يا عمي بهالظروف أنت قاعد تفكر بيدك، صدقك أنت. خلنك معاها وهديها. إذا بغيتها يدوية ولا علاج دقي علي أنا أجيبهم لك. ولي انت عمرك ما سويتيها، بيت ابوك اللي هو بيت ابوك بالاحمدي عمرك ما بتي فيه. ما اقدر اخليهم، ما اقدر، هم بكل عقلهم انا بنتهم. شلون شلون اصير ودي ولد امي بهالحاله؟ سعود انا شفت من امي واضحه، ومحمد حنان ما شفت عندكم بالاحمدي. خلاص هي بلا تبكي، قاعده عندهم لما يطيب خاطرك. خلاص كلمي امي حصه وفهميها وقولي لها انا راح ابات عندهم الليله، واذا بغيتي شيء اتصلي علي. ان شاء الله مشكور. يلا دير بالك فما الله. لا تخليني احاتيك، اتصلي. ها حاضر فما الله فما الكريم.